نورت الدنيا مبارك مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مجال متابعي تلفزيون الوفد، زي ما انتم شايفين وكيلة مجلس الشيوخ الآن تشهد افتتاح مسجد آل جبر بمدينة القصصين وتحديدا بمدينة الخفيج بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية ونخبة من القيادات الأساسية والشعبية والتنفيذية هنا بمحافظة الإسماعيلية. معكم على الهواء من بوابة الوفد الإلكترونية محمد جمعة من مدينة القصصين.